طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنشرح عن الـ Exponential Signal، اللي هو الـ Exponential. احنا نعرف ان الـ Exponential شكله كجراف in Mathematics يكون شكله على حسب اذا كان positive او negative. فنقول مثال، اذا كان Exponential minus t power minus t، معليش عفوا، حيكون زي كذا تقريبا شكل السيجنال. وإذا كان بوزيتيف الإكسبوننشال الإي باور تي، بيكون تقريبا وزي كذا تقريبا زي كذا بيكون. فالإكسبوننشال بكل اختصار انه يمثل كجراف زي كذا، زي اللي انا قبل شوية ذكرتهم. طبعا هذا فين؟ في التايم دومين. يعني هنا الـ اكس اكسس يعبر عن التايم، وهنا برضو الاكس اكسس يعبر عن التايم. لكن احنا لو نبغى نحولها لللابلاس، فاللابلاس ينظر الى منظور اخر اللي هو الاس. الاس عبارة عن الرو زائد الجي اوميجا. فالرو زائد الجي اوميجا لها منظور اخر، فهي منظور الفريكونسي. فالجي اوميجا بتكون على الواي اكسس، والرو بيكون على الاكس اكسس. فهذا هو الاس بلين، يمثل فيلو الاس. فايش معناته البلين هذا؟ معناته مثال انا عندي بعكس التايم دومين. مثال انا عندي هنا نقطة او اكس، الاكس يمثل بول عندي. فالبول اللي هذا يعبر عن جراف معين، يعبر مثال عن الجراف اللي هو تقريبا اللي مثل هذا تقريبا. فمثال هنا في هذه النقطة يعبر عن جراف ثاني اللي هو تقريبا او شيء زي كذا. فكل مكان يعبر عن مكان عن جراف في الاس بلين. فيستخدم الاس بشكل كبير في الكنترول سيستم اناليسيس. والان في السيجنال سيستم هنبقى نحول الداله حقت الاكسبوننشال حقت التايم، نبقى نحولها الى الاس دومين. فاحنا نعرف يوم نبقى نحول الـ FFT إلى الـ FFS اللي هو الـ Laplace domain أو الـ S domain، لازم نستخدم الـ function حقة الـ Laplace اللي هي minus infinity إلى infinity الـ FFX. الـ function حقتنا مضروبة في الـ E minus الـ power الـ E minus الـ معليش الـ e باور ماينس الـ st مضروبة في الـ dt. هذا عشان نحول من الـ time domain إلى الـ frequency domain أو الـ s domain. هذا الـ Laplace. عندنا نوعين، bilateral and unilateral. الفرق بيناتهم، الـ bilateral اللي هو نفس هذا اللي يأخذ لك الـ integration من minus infinity إلى infinity مرة واحدة بدون تقسيم الانتجريشن. بينما لو احنا قسمنا الانتجريشن مثال ماينس انفينيتي الى زيرو، بعدين قلنا الـ FFX مضروب الـ E ماينس الـ E باور ماينس ST DT، بعدين قلنا زائدا من زيرو الى انفينيتي الـ FFX مضروب الـ E ماينس الـ ST DT، فهذا unilateral Laplace، هذا نوعه.
انك انت تقسم اللابلاس. طيب الان هو في تيبل انه خلاص على طول دايركت التحويل يكون من التام دومين للاس دومين، لكن احنا لازم نشرح ونقول كيف هذا الفانكشن يتحول من التام دومين الى الاس دومين او اللابلاس دومين. فالاف فيكس عندي حيكون عبارة عن اللي هو مثل هذا الموجود، هذا هو الاي باور لامدا تي ملتبلا باي يو اف تي. طيب الاف اف اكس تساوي الاي لامدا تي ملتبلا باي يو اف تي. طبعا احنا شرحنا في الدرس السابق عن اليو اف تي. اليو اف تي تايب اوف سيجنال، وطبعا شكلها زي كذا، شكلها بيكون شكلها زي كذا. هذا هو. ولها بروبرتيز، ممكن تشوفوا الفيديو اللي فات شرحت عنها بالتفصيل. فالآن الاف اف اكس هذا هو، فبالتالي احنا هنستخدم البايليترال لابلاس، هنستخدم البايليترال لابلاس اللي هو ذا. ف انتجريشن ماينس انفينيتي الى انفينيتي الاي لامدا تي ملتبلاي باي يو اف تي ملتبلاي باي اي ماينس اس تي ملتبلاي باي دي تي. احنا عارفين اليو اف تي شو اسمه تكنسل الانفينيتي ماينس انفينيتي، وشرحنا ليش انها تكنسل ماينس انفينيتي. بالتالي حيصير عندي اللابلاس من زيرو الى انفينيتي الاكسبوننشال باور لامدا تي ملتبلاي باي اي ماينس الاس تي ملتبلاي باي دي تي، بيكون عندي زي كذا او يكون عندنا بهذا الشكل. طيب عشان نختصر وما يكون صعب الانتجريشن على نفسنا، حنقول ماينس انتجريشن ماينس زيرو من زيرو الى انفينيتي الاي، هنخلي الاي لما ايش عندنا هنا ضرب، لاق الضرب في الاكسبوننشال. ففي ميزة في الاكسبوننشال، اذا كان ضرب نقدر نجمع الاسس اللي فوق، واحنا عندنا هنا كومون فاكتور للتي، فاحنا نقدر نقول تي حلو. وانا دحين راح احط ماينس، وراح اشرح ليش انا دحين بحط ماينس، وناخذ الش اسمه تي كومون فاكتور لانه موجوده فوق، وحنقول الاس بعدين ماينس اللامدا. لو نظرنا انه ماينس تي ملتبلاي باي اس بيطلع لهذا الحد، ماينس تي ملتبلاي باي ماينس لامدا بيطلع لي هذا الحد. طيب دي تي، بالتالي الان نسوي الانتجريشن، اللي بيطلع عندنا بيكون الاي ماينس تي الاس ماينس اللامدا ديفايد باي الاس ماينس اللامدا. هذا الانتجريشن، وهنا انفينيتي الى زيرو. طيب نسهل الانتجريشن برضو على نفسنا، نقول 1 على الاس ماينس اللامدا، ونفك قوس عشان الليميت، سو ابلاي للليميت الاي ماينس التي الاس ماينس اللامدا، نقفل القوس
ونكمل الانتجريشن. حيصير عندنا طبعا نسوي ابلاي لهذه هنا انفينيتي لزيرو، حيصير عندنا 1 اوفر الاس ماينس اللمدا. نسوي ابلاي للليمت بيصير عندنا اي هنا هنا نوضح ليش حطينا التي بالماينس، ليش مو بالبوزيتيف. الان هنا لما نسوي الليمت حناخد ماينس انفينيتي الاس ماينس اللمدا، بعدين نقول ماينس، بعدين نقول الاي ماينس زيرو الاس ماينس اللمدا ونقفل القوس. طيب فين المشكلة؟ المشكلة لو كان اي الباور حقها انفينيتي بيطلع الناتج انفينيتي، لو كان عندنا اي باور ماينس انفينيتي بيطلع عندنا بزيرو، ولو كان عندنا الاي باور زيرو بيطلع عندنا ون. هذه بروبرتيز حقت هذه بروبرتيز حقت نفس الاكسبوننشال. طبعا الماينس اللي هنا قد تؤثر في إشارة هذه، بتكون ماينس قد تؤثر يعني. فخلينا نسوي ابلاي نشوف، صار عندنا 1 اوفر اس ماينس اللمدا، وهنا صار عندنا 0 وهنا ماينس، وحنقول هنا 1. احنا اذا قلنا زي كذا ايش المشكلة اللي حتواجهنا؟ اللي حتواجهنا انه الناتج حيطلع بالمعكوس، يعني حيكون بالماينس، حيكون هنا ماينس 1 اس ماينس لامدا. بالتالي كان قلبنا الفانكشن، لكن الأصح بما انه هنا في ماينس فأكيد حيكون في تأثير لها، حيكون في ماينس واحد، وهنا حيكون ماينس واحد وماينس واحد حيصير بوزيتيف، والبوزيتيف حيصير عندنا زي كذا. بالتالي حيكون عندنا في النهاية اس ماينس اللامدا، وهذا المفترض يكون عندنا. ونطالع لو احنا طالعنا في اللابلاس حنلاقي فعليا انه اليوفتي ملتبلاي باي اي باور لامدا تي بتساوي 1 اوفر اس ماينس اللامدا زي اللي احنا طلعناها. هذه اخر شيء. طيب هذه في حالة ايش؟ هذه في حالة انه اذا كان الاي لامدا في تي اوكي بوزيتيف فاليو، يعني هنا بوزيتيف، يعني التايم ماشي، يعني عندنا السيجنال بيكون زي ما شرحنا طالع لفوق زي كذا بيكون تقريبا. فبيكون عندنا انه تحت في المقام اللمدة تكون بالماينس، بينما العكس صحيح، يعني 1 اوفر اس زائدا اللمدة بتعطينا الـ E ماينس اللمدة T. فإذا كانت في المقام بوزيتيف في الـ FFS، احنا عندنا هنا هذا FFS بيعطينا في الباور الـ E باور ماينس لمدة T، والعكس صحيح. وإن شاء الله يكون الشرح كان واضح لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.